السلام عليكم أعزائي الطلاب. معلش اللي حصل في المحاضرة، يمكن كان في مشكلة في الإنترنت بصفة عامة، لأنه مش بس أنتم مش سامعيني، أنا كمان مش سامعكم. فأنا دلوقتي بسجل المحاضرة على الزوم، وإن شاء الله هنزلها لكم. المحاضرة النهاردة كان المفروض إن هي هناخد فيها مثال على الدايركت ستيب ميثود. الدايركت ستيب ميثود زي ما انا قلت في اخر المحاضره اللي فاتت، هي طريقه لحساب المسافه اللي بيحصل فيها جراديوالي فاريد فلو، لكن ما بنحسبش المسافه دي مره واحده، بنحسبها على اجزاء. كل جزء من هذه المسافه اللي هي المفروض اكس هو اسمه دلتا اكس، يعني كل مسافه دلتا اكس دي بنحسبها وبنعمل سميشن للدلتا اكس عشان نجيب المسافه اكس. فالايكويشن اللي احنا بنستخدمها بتاعت الدايركت ستيب ميثود اللي هي دي اس ام، هي عباره عن دلتا اكس بتساوي دلتا اي على دلتا اس. دلتا اي اللي هو الديفرنس في الانرجي، ودلتا اس اللي هي فرق الاسلوب بين الاسلوب بتاع الانرجي الافريج ناقص الاسلوب بتاع القاع. فالمفروض ان انا بطبق الايكويشن دي يعني عده مرات، في كل مره بجيب دلتا اكس وبعمل سميشن للدلتا اكس دي عشان اجيب الاكس الكبير. فزي ما انتم عارفين او زي ما انا قلت في المحاضره اللي فاتت، الانرجي عند كل قطاع اقدر احسبها، والاس اي عند كل قطاع اقدر احسبها من معادله مانينج، يعني اس اي 1 باي ابلاينج مانينج ايكويشن، واس اي 2 كمان باي ابلاينج مانينج ايكويشن. دي عند قطاع في فاليو للواي، ودي عند قطاع في فاليو ثانيه للواي. بعد ما بعمل الكالكوليشن لكل اس اي باخد الافرج بتاعه، والافرج ده ماينس الاس او، يبقى كده انا اقدر اجيب الدلتا اكس ما بين اي تو فيرتيكال ووتر ديب. وقلنا ان احنا هناخد النهارده سولفد بروبلم. السولفد بروبلم اللي احنا هنتكلم عليها النهارده اللي هي اكسرسايز نمبر 3. اكسرسايز نمبر 3 اللي هو اخر اكسرسايز في الشابتر ده، هو عباره عن مساله بيقول لك انه عندي ستورم ووتر شانل is constructed in a mountain area to convey storm water to a river. The channel is a rectangular section of bed width 20 meter and consists of two reaches of different longitudinal bed slope. The slope of the first reach is 0.1, slope بتاع ال first reach 0.1, while the slope of the second reach is 3 to 5 سنتيمتر بير كيلومتر. واضح هنا ان في فرق ما بين الاسلوب الاولاني والاسلوب الثاني. الاسلوب الاولاني اسلوب ابسوليوت، هو اس على طول يتاخد، انما الاسلوب الثاني لازم يتضرب في 10 باور ماينس 5. The second reach of the second in the second reach normal water depth is 3 meter. في الريتش الثانيه عمق الميه بتاع الجريان الطبيعي 3 متر، and the flow is uniform for a distance 2 كيلومتر. 2 كيلومتر ده المسافه بتاعت اليونيفورم فلو. At the end of the second reach water is spilled to the river. الميه بعد كده هتعمل escape للريفر، والووتر ديبث كان عند البرينك عند النهايه عند المصب 2.8 من 10 متر. Considering Manning roughness coefficient 0.03, you are asked or you are requested to carry out the following. Sketch the water surface profile along the two reaches, giving values of water depths at the beginning, at the end of each water surface profile. Determine the length of gradually varied flow ending at the brink, اللي هو في نهاية الليتشن. وناخد بالنا من الجيفن داتا، احنا عندنا هنا اهوت اول حاجه في الجيفن داتا ان البيد ويدث 20 متر،
البيد ويدث 20 متر، ده معناه ان ريكتانجل سيكشن بيد ويدث 20 متر. وبعدين عندي السلوب الاولاني اس 1 بتساوي 0.1 والاس 2 اللي هي 325 سنتيمتر بير كيلومتر. الواي 2 3 متر، ودي بتحصل في السكند ريتش اللي هو الووتر النورمال ووتر ديبث 3 متر في السكند ريتش. معامل مانينج 0.03 واللينث بتاع اليونيفورم فلو 2 كيلومتر، وده هيبان في الرسم. فاحنا هنا هو عندنا في سلوب اهو، السلوب الاولاني ده السلوب الاولاني وده السلوب الثاني. السلوب الثاني ده في نهايته في برينك يعني في مصب، والميه بترمي في ريفر. الريفر ده المفروض ان منسوب الميه فيه بيعلى وبيوطى. هو عاطيني انه الووتر نورمال ووتر ديبث هنا 3 متر في السكند ريتش، وقال لي انه الريكتانجل سيكشن العرض بتاعه 20 متر، وعطاني في النهايه الميه بتصب في الريفر بارتفاع واي بي بتساوي 2.8 متر. هنا عشان نبدا ننطلق في حل المساله لازم نحاول نشوف ايه الداتا دي اللي يقدر يدينا الباسنج ديسشارج. اول حاجه بدور عليها الباسنج ديسشارج. الباسنج ديسشارج ده يا اما بدور عليه من خلال واي نورمال معروفه وتشانل معروفه الكاركترستكس بتاعتها، او من خلال واي كريتيك. فواضح هنا ان انا ممكن استغل الداتا اللي جيفن اللي هي اللي عندي البي معروفه والميل الثاني معروف والواي نورمال بتاعته معروفه، يعني معنى كده ومانينج فاليو كمان جيفن، فممكن ان انا استغل هذه الداتا فان انا احسب الباسنج ديسشارج. يبقى انا عندي هنا العمق 3 متر، العمق ده 3 متر والميل بتاعه معروف ومعامل مانينج بتاعه معروف والعرض بتاع التشانل 20 متر. اقدر اطبق في معادله مانينج واقدر احسب الباسنج ديسشارج زي ما انتم شايفين كده المعادله دي اللي هي فيها معادله مانينج 1 على ان اي باور 5 على 3 على بي باور 2 على 3 اس باور نص. هتلاقي هنا كله جيفن، كل الداتا موجوده. الاريا هنا اللي هي عباره عن 3 متر في 20، الاريا دي اللي هي مساحه القطاع ارتفاع 3 متر وعرض 20. الويتد بريمتر اللي هو 20 زائد 3 في 2 فالميه 3، يبقى هنا. والميل طبعا ناخد بالنا ان احنا بنضرب في باور 10 ماينس 5. يبقى اذا المعادله دي كده اقدر احسب منها الباسنج ديسشارج بتاع الليكشن. الباسنج ديسشارج ده 199.1 متر كيوب بير سكند. طبعا دي نقطة الانطلاق اللي هي ممكن ان انا اشتغل فيها المسألة، لان خلاص طالما ان الباسنج ديسشارج اتعرف هقدر بعد كده انطلق في حاجات كتيرة جدا. فتاني خطوة ممكن اجيب الواي كريتيك. الواي كريتيك اللي هنا بتاعت ريكتانجل سيكشن اللي هي كيو سكوير على جي تو ذا باور 1 على 3. دي هنا اهوت السمول كيو. السمول كيو دي كلكم عارفين طبعا اللي هي كابيتال كيو على البي 199.11 على 20، دي تديني السمول كيو. السمول كيو دي سكوير على جي والكلام ده كله باور 1 على 3 يدينا واي كريتيكال 2.162 متر. يبقى دي الواي كريتيكال. مهمة جدا الواي كريتيكال. ليه؟ لأنه الواي كريتيكال بتعرفني الواي اللي موجودة دي هتديني سلوب شكله إيه. يعني مجرد إن أنا عرفت الواي كريتيكال أقدر أعرف إن الميل التاني ده
اللي هو في واي نورمال بتساوي 3 متر. 3 متر دي اكبر من الواي كريتيكال، يعني معناها مايلد سلوب. مايلد سلوب يبقى معنى كده انه الواي كريتيكال مهمه في وصف التشانل، وصف الفلو من حيث سب كريتيكال وسوبر كريتيكال. دي تاني ستيب، دي تاني ستيب. تالت ستيب ان انا ممكن استغل الكيو دي في ان انا اعرف حاجه ممكن تكون انون في المساله. يعني ايه؟ يعني مثلا الميل التاني هنا، هو الميل التاني معروف قيمته ومعامل مانينج بتاعه وعرض التشانل، لكن مش معروف الواي نورمال كام. الواي نورمال دي مش معروف، فممكن ان انا اطبق معادله مانينج ويبقى الانون الوحيد بتاعي هو الواي ان. الواي ان دي اللي هي واي ان 1، ودي تعتبر الواي ان 2. دي واي ان 1 ودي الواي ان 2. انا واي ان 2 دي قدرت منها احدد الباسنج ديستشارج. الواي ان 1 ممكن احسبها بقى بمعلوميه الباسنج ديستشارج اهو، وزي ما انتم شايفين كله معروف ما عدا الواي ان 1. هنا اهوت 20 واي ان 1، وهنا 20 بلس 2 واي ان 1، يطلع لنا هنا اهوت الواي ان 1 1 متر. يبقى انا عندي هنا قدرت اطلع الواي ان 1 1 متر. طبعا بمعلوميه الواي كريتيكال، يعني معنى كده ان الواي ان 1 اصغر من الواي كريتيكال. يبقى انا هنا اهوت دلوقتي عندي واي نورمال في البدايه اصغر من الواي كريتيكال، واي نورمال في النهايه اكبر من الواي كريتيكال. يبقى الميل الاولاني ده ستيب والميل الثاني ده مايل. ستيب ليه؟ لان الواي بتاعته اصغر، واي نورمال بتاعته اصغر من الواي كريتيكال. والتاني مايلد ليه؟ لانه الواي نورمال بتاعته اكبر من الواي كريتيكال. فدي حاجه مهمه في وصف السلوبس. اللي فاضل لي دلوقتي بقى ان انا يعني ارسم بقى السكتش. هحط واي 1، ادي واي 1 اهي، واي ان 1، وادي واي ان 2. وبعدين انا عندي في النهايه في برينك 2.8 من 10 متر فوق البرينك، واي 2.8 من 10 فوق البرينك. وبعدين زي ما انتم عارفين بحط بقى ايه اسماء المناطق، يعني هنا منطقه 1 وهنا منطقه 2 وهنا منطقه 3. هنا منطقه 1، هنا منطقه 2، هنا منطقه 3. زي ما انتم شايفين ده كده بالنسبه للام، وده كده بالنسبه للاس. ده بالنسبه للام وده بالنسبه للاس. هنا طالما الفلو بيتحرك من السوبر كريتيكال اللي هو الواي اقل من الواي نورمال اقل من الواي كريتيكال، ورايح لواي اكبر من الواي كريتيكال، يبقى انا هنا في عندي هيدروليك جامب. الهيدروليك جامب هنا كلكم عارفين انها ليها سيفرال كيسز، ليها حالات مختلفة. ممكن الواي ممكن الهيدروليك جامب هنا اهوت لها ثلاث حالات. يعني هنا هيحصل هيدروليك جامب عشان الواي كانت اصغر من الكريتيكال ورايحه لاكبر من الكريتيكال، يعني من سوبر كريتيكال الى سب كريتيكال بيحصل هيدروليك جامب. الهيدروليك جامب قلنا قبل كده ان هو ممكن يحصل وبعد منه يبقى فيه اس 1، وممكن يحصل هيدروليك جامب وزاويه كيرف خالص، وممكن يحصل هيدروليك جامب اللي هو يكون فيه ام 3 وبعدين هيدروليك جامب. وطبعا هنا لازم تراجعوا الكيس دي خدناها قبل كده اهي. لازم نراجع مع بعض دي، لازم نراجعها كويس قبل ما نكمل حل المساله. في عندي احتمال هيدروليك جامب وبعدين اس 1، وبعدين في احتمال هيدروليك جامب بس بدون اس 1، وبعدين في احتمال ان الهيدروليك جامب كله يبقى في المنطقه الثانيه، يحصل ام 3 وبعدين هيدروليك جامب. احنا دلوقتي عايزين نعرف انه واحده من دول هتحصل، فهنبدا نسمي الهيدروليك جامب الواي 1 بتاعته بتساوي واي ان 1. يبقى اول حاجه اسيوم ان واي 1 تساوي واي ان 1، وبعدين نحسب واي 2.
لو لقينا واي 2 بتساوي واي ان 2 يبقى ما فيش كيرف، يبقى في هيدروليك جامب بس. لو لقينا واي 2 اصغر، لو لقينا واي 2 اصغر من واي ان 2 يبقى فيها هيدروليك جامب ومعاه اس 1. لو لقينا واي 2 اكبر من واي ان 2 دي مستحيله، دي مستحيله ومش ممكن تحصل، لان هيكون احنا وصلنا لليفل عالي وعايزين ننزل، مفيش عندنا نزول في هذه المناطق. يبقى في هذه الحاله بنعدل الاسامشن ده ونخلي الواي 2 هي اللي بتساوي واي ان 2، ونحسب واي 1 بالراجع ونقارنها بواي ان 1 هتلاقيها اكبر من واي ان 1، وده معناه ان في عندنا هيدروليك جامب ومعاه ام 3. الكلام ده دلوقتي عايزين نطبقه في المساله بتاعتنا. الكلام ده دلوقتي عايزين نطبقه في المساله دي. المساله دي في عندنا، المساله دي في عندنا واي ان 1 ب 1 متر. لو انا دلوقتي بدات وقلت ان الواي ان هي نفسها الواي 1، يعني هيبقى في عندي هيدروليك جامب بواي 1 بتساوي واي ان 1 اللي هي 1 متر، وبعمل استيميشن للواي 2. طبعا هنا عشان اعمل استيميشن للواي 2 لازم اكون حسبت فراود نمبر 1. فراود نمبر 1 كلكم عارفين ازاي بتتحسب، لان انا عندي الفلو موجود وعندي الديسشارج وعندي الواي، اقدر احسب الواي، اقدر احسب الفراود نمبر 1. هنا هيطلع فراود نمبر 1 4 متر. 4 متر دي معناها ايه؟ فراود نمبر قصدي واي 2، واي 2 معناها تطلع 4 متر، يعني معناها ان الهيدروليك جامب هنا طلع فوق وعاوز ينزل نزول. يعني ازاي الهيدروليك جامب هيحصل؟ هيحصل يعني ازاي هيدروليك جامب يحصل كده وبعدين عايز ينزل كده؟ دي مش ممكن تحصل، لان مفيش عندي حاجه بتنزل الفلو بهذا الشكل. مفيش عندي في منطقه واحد هنا في نزول، ولا في منطقه واحد هنا في نزول. فاذا معنى ان الواي 2 تطلع اكبر من الواي ان 2، يبقى في استحاله ان الهيدروليك جامب يحصل بالايه؟ بالقيمه اللي احنا حسبناها دي. يبقى هنا لما لقينا ان الواي 2 4 متر، يعني اكبر من الثلاثه اللي هي واي ان 2، يبقى ده معناها امبوسيبل. عشان نصحح الفرد ده هنقول لا، احنا عندنا الهيدروليك جامب هتحصل وهيبقى الواي 2 بتاعتها هي اللي بتساوي واي 2. ساعتها الهيدروليك جامب ده يبقى الواي 1 بتاعته بكام؟ يبقى انا هعمل هنا بالراجع، هجيب الواي 1. يبقى هنا عدلت الفرض بتاعي وقلت ان الهيدروليك جامب هينتهي بواي 2، بواي ان 2. واي ان 2 هي نفسها الواي 2 بتاعت الجامب. يبقى في الحاله دي الواي 1 تطلع كام؟ طبعا هنا لازم احط في الايكويشن دي وفراود نمبر 2 معروفه بدلاله الواي 2، واقدر اطلع واي 1 هتطلع 1.5 متر. يعني ايه 1.5 متر؟ 1.5 متر ده اكبر من الواحد، وده معناها ان هنا في عندنا قبل الجامب في عندنا هنا ام 3. 1.5 ده بدايه الجامب، و1 متر ده الواي ان 1. يبقى الحركه من واي 1 بمتر، من واي ان 1 بمتر لواي 1 ب1.5 متر، ده معناها في منطقه رقم 3 يعني ام 3. وبعد كده هيبدا الجامب يحصل. الجامب ده هيحصل بعد كده وينتهي بواي ان 2. الواي 2 بتاعت الجامب بتساوي واي ان 2، وده فعلا احنا حققناه. يبقى هنا الهيدروليك جامب ده بالمعلومات اللي احنا كنا بادئينها حصل في خطأ، وتراجعنا في هذا الفرض ورجعنا عدلنا الخطأ او عدلنا الفرض، وخلينا الهيدروليك جامب ينتهي ب 3 متر، وفي هذه الحالة واي 1 تطلع 1.5 متر. يبقى كده دلوقتي انا ممكن ان انا ارسم سكتش للووتر سيرفيس بروفايل زي ما انتم شايفين. فيه هنا هو واي نورمال مستمرة، وبعدين ام 3، وبعدين هيدروليك جامب، وبعدين في يونيفورم فلو
اليونيفورم فلو ده زي ما انتم في المساله حددوه لنا ان هو 2 كيلو متر، وبعدين الواي هتنزل من ال 3 متر لغايه ال 2.8. شوف النزول ده، النزول ده هو في منطقه 2 من المايل اللي هو ام 2. هو دلوقتي طالب مني ايه بقى؟ طالب مني بعد السكتش اللي انا عملته ده واحط الداتا كلها، طالب مني ان انا احسب الجراديول فاريد فلو اللي هو بينتهي عند البرينك، البرينك اللي هي نهايه التشانل، دي المصب. هو عايزني احسب المسافه اللي حصل فيها نون يونيفورم فلو اللي هي ام 2، وام 2 هنا هو ام 2 هنا هي مسافة بيحصل فيها جرادوالي فاريد فلو. الجرادوالي فاريد فلو ده من 3 متر وينتهي ب 2.8 متر. يبقى أنا عايز أعمل جدول دلوقتي، الجدول ده هحط فيه المسافة اللي هي 2.8، ال 2.8 دي اللي هي بتاعت النهاية، والمسافة بتاعت البداية 3 متر. أو العكس، ممكن أحط ال 3 متر فوق وال 2.8 تحت. ومطلوب مني دلوقتي إن أنا أعمل استيميشن للمسافة بتاعت الجراديوال فاريد فلو من ال 2.8 لل 3، أو من ال 3 لل 2.8. طبعًا عشان هنا نعمل دايركت ستيب ميثود، المفروض في الامتحان إن أنا عندي على الأقل ثلاث شرايح، ثلاثة ستريبس. هنا ممكن اخد 3 او اخد اكتر، ده طبعا كل ما بتاخد شرايح اكتر كل ما يكون الدقه اكبر. فانا بدات من 2.8 واخدت 0.05 زياده، 0.05 زياده، 0.05 زياده، وبعدين في الاخر يعني كان هنا عملت زياده دلتا واي 0.05. 2.8 زائد 0.05 يعني 2.85، زائد 0.05 يعني 2.92، زائد 0.05 يعني 2.95، زائد 0.05 يعني 3. يبقى انا عندي العمود الاولاني دلوقتي في اعماق تبدا من 2.8 لغايه 3. العمود اللي بعد منه بحسب الاريا، الواي تايمز الويدث اللي هي 20، الواي تايم الويدث تايمز الويدث، يبقى كل واي بضربها في 20، كل واي بضربها في 20، ادي الاريا. الفي اللي هي الكيو على الاريا، الكيو على الاريا، كيو ثابته اللي احنا طلعناها 199.11 على الاريا، يبقى كل قدام كل واي او كل اريا في في. الاي اللي هي واي بلس في سكوير اوفر 2 جي، y plus v square over 2g، قدام كل رو في القيمة بتاعت ال e اللي هي y plus v square over 2g. الدلتا e، الدلتا e هي عبارة عن ال average بتاع ال ايه، او ال difference sorry between الاثنين دول، ال difference between الاثنين دول يعني 3.444 minus 3.4 72 او العكس، ده بيدينا الدلتا اي. الاشارات هنا مش مهم، ادي الدلتا اي. طيب بعد كده في عندي الكولم اللي بعده هو عباره عن البي، البي اللي هي ايه؟ البي اللي هي بي بلس 2 واي، 20 بلس 2 في واي، 20 بلس 2 في 2.85 وهكذا. يبقى ال P هنا هي عبارة عن ال B العرض بتاع ال width plus 2y. ال R، ال R اللي هي عبارة عن ال A على ال P، ال A على ال P يعني العمود بتاع ال A على العمود بتاع ال P يدينا ال R. الكولم اللي بعده اللي هو ال S، الاس اجيبها منين؟ الاس يو هاف تو ابلاي ان مانينج ايكويشن، يعني انا عندي هنا اهوت الاي وعندي البي وعندي الاس
وعندي سوري عندي الاي وعندي البي وعندي الان وعندي الكيو، يعني معادله مانينج هنا هيكون الانون الوحيد اللي فيها اس اي. فاقدر احسب الاس اي كل رو، اقدر احسب الاس اي بتاعتها، اس اي بتاعتها زي ما بقول لك في معادله مانينج هيكون الانون الوحيد هو الاس. وبعدين بعد ما حسبت الاس لكل رو اخد الاس الافريج. الاس الافريج اللي هي ايه؟ اللي هي كل فاليو والفاليو اللي بعده ده بلس ده على 2، ده الافريج بتاعه، ده بلس ده على 2. يبقى انا كده دلوقتي حسبت الاس اي افريج، الاس اي افريج ماينس الاس او يدينا الكولم الجديد. الكولم الجديد ده هو عباره عن الاس اي افريج ماينس الاس او، وده اللي هو بنسميه دلتا اس. دلتا اس يبقى ده يعتبر العمود اللي هو فيه دلتا اس، والعمود اللي فيه دلتا اي. يبقى نقسم الدلتا اي على الدلتا اس يديني الدلتا اكس. يبقى كل رو فيه قدامه الدلتا اكس بتاعته، دلتا اكس بتاعته، هعمل سميشن للدلتا اكس دي، واقدر اقول ان طول الكيرف بتاع الجراديوالي فاريد فلو اللي هو في نهايه الشانل عند البرينج طوله 583.72 متر. ده طول الكيرف او طول المسافه بتاعت الجراديوالي فاريد فلو في نهايه الشانل. يبقى كده احنا حلينا مساله على الجراديوالي فاريد فلو اللي هي نقدر نقول مساله من المسائل اللي بتتكرر في امتحانات وموجود زيها في الشيتات في الشيت. هذه المساله الكي بتاعها في البدايه دايما ادور على الباسنج ديس تشارج، وبعد ما بحسب الباسنج ديس تشارج اقدر احسب الواي كريتيكال، واقدر اتعرف على التشانل من حيث ايه انواع انواع السلوبس بتاعتها، وابدا ارسم سكتش، وفي نفس الوقت ابدا اعمل كالكوليشن. واذا كان في عندي هيدروليك جامب دايما اخد بالي الهيدروليك جامب ده هتعامل معاه ازاي. ودي كانت كده اخر حاجه في الجرادولي فاريد فلو. ويبقى كده فاضل لنا الشابتر الاخير اللي هو 9 و10، وده هناخده في محاضره مستقله. شكرا يا شباب.